السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين قناة عبد الله البركاني، متابعين قناة أحباب عبد الله البركاني، مرحبا بكم دائما، وشكرا بزاف بزاف على الدعم والتشجيع والتواصل. واللي مازال عاد يشترك في القناة يدخل يشترك فيها ويفعل الجرس باش دائما يوصله الجديد. اليوم خوتي خواتاتي خرجت ندير بكم واحد الجولة صباحية من الجهة ديال حي كراكشو، وكاين واحد الفيلا للبيع جات عندها جوج ديال الفصادات، جات في هذا الشارع هذا اللي راني فيه حاليا. المهم خليكم معايا باش نوري لكم هذه الفيلا، وما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. وخليكم معايا حتى الاخر الفيديو باش تشوفوا معايا هاد الفيلا اللي راه تتباع. كما راكم تشوفوا خوتي خواتاتي هذا الشارع عريض بزاف وفيه غير الفيلات. هذا الشارع جاي في كراكشو، والدار اللي غادي نوريها لكم، الفيلا اللي غادي نوريها لكم في زنقة لندن. خوتي خواتاتي هذه هي الفيلا اللي راها تتباع، راها كاينه في حي الليمون كراكشو، احسن حي بمدينه بركان. صراحه هذا الحي راقي وزين بزاف وبنين فيه غير الفيلات. كما راكم تشوفوا هذا الفيلا اللي راها تتباع عندها دو فصال، واحد الفصاد ديالها يشوف للشارع، وبصراحة يعني هاد الفيلا كبيرة وواسعة وزينة بزاف. وهاد الحي ديال كراكشو اللي هو حي الليمون، تبارك الله وما شاء الله، يعني حي راقي وزين بزاف ونقي بزاف، وجاي في واحد الموقع يعني زين بزاف. صراحة أنا عجبني. المهم من أحسن وأروع الأحياء اللي موجودة عندنا بمدينة بركان. المهم اللي عجباتو هاد الفيلا وبغى يشريها خليو لي تعليق تحت الفيديو، وان شاء الله غادي نعطيكم كل المعلومات. وما تنساوش ديروا اعجاب للفيديو وتبارطاجيوه في مواقع التواصل الاجتماعي، ونخليكم تشوفوا الفيديو وفرجة ممتعة ان شاء الله. حفظكم الله وتحياتي وسلامي وكل احترامي لكم.